تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. أريد تبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل طائفة من أمتي ظاهرا على الحق في رواية يقاتلون على الحق. هل تعلمون من جهة لذلك؟ هذه الطائفة اختلف الناس فيها، وفي بعض طرق الحديث أنهم أولو الغرب، أهل الغرب، فمنهم من قال الغرب الجهة الغربية، وكل أهل جهة يدعون لأنفسهم أنهم أهل الغرب، فيدعي أهل الشام أنهم أهل الغرب لأنهم كانوا غرب شبه الجزيرة العربية، وندعي نحن هنا أننا أهل الغرب. ومنهم من يفسر الغرب بالحدة، ومنهم من يفسره بأنه الدلو العظيمة. وقد قال الشيخ محمد بن المختار بن سعيد اليدالي: إن هذه الصفات اجتمعت فينا، إننا نحن أهل الشوكة لأننا قاتلنا من غير إمام، ونحن أهل الغرب لأننا نستقي بالدلاء العظيمة، ونحن أهل الغرب من الناحية الجغرافية لأننا نقع على ساحل هذا البحر. ولكن الذي تتضافر عليه الأدلة أنهم هم الذين يهدون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكونون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الجهاد في سبيل الله والحرص على إعلاء كلمة الله. ما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟